أهلا بكم أبناء الأعزاء، طلاب الصف الأول إعدادي. نكمل النهاردة مع بعض شرح الدرس الثالث Adding and Subtracting Rational Numbers. بريلود، طبعا هنا هنتكلم الأول على الأديشن والسبتراكشن للإنتجرز عشان نعرف القواعد الأساسية للجمع والطرح. في الأديشن 3 plus 4 كمثال 3 plus 4 احنا دايما بنبدأ بنعد من عند الزيرو لحد 3 على النمبر لاين، بعد كده اعد 4 spaces يبقى كده انا قلت 3 plus 4 equal a equal 7. طب negative 3 plus negative 4 negative 3 plus negative 4 يبقى ابدأ بنيجاتيف 3 برضو من عند الزيرو لحد نيجاتيف 3، بعد كده للشمال اعد 4 سبيس تبقى نيجاتيف 7، يبقى نيجاتيف 3 بلس نيجاتيف 4 ايكوال نيجاتيف 7. طب اتنين مختلفين 3 بلس نيجاتيف 4 يبقى ابدأ من الزيرو لحد 3 الاول، وبعد كده ارجع للخلف ناحية الشمال 4 spaces يبقى كده الإجابة عندي هتبقى negative 1، يبقى 3 plus negative 4 equal negative 1. طيب negative 3 plus 4 negative 3 أعد negative 3 الأول negative 3 وصلت لحد negative 3، بعد كده 2 right plus يبقى 2 right 4 spaces تديني إيه 1، يبقى result equal 1. دي الحل الـ addition و subtraction using number line. طيب القواعد دي القواعد دي نقولها بشكل مبسط، لو انا مش هشتغل بالنمبر لاين احل ازاي؟ اولا the sum of two positive numbers is positive، يعني انا لو بعمل بلس الاثنين positive number يبقى positive. 2 plus 3 equal 5 3 plus 4 equal 7 8 plus 5 equal 13 and so on. يبقى لو انا بعمل بلس الاثنين positive الريزلت هتطلع ايه؟ positive. sum of negative and negative زي negative 4 plus negative 3 اللي قلناها من شوية equal negative 7 negative 2 plus negative 5 برضو negative 7 negative 1 plus negative 3 يبقى negative 4، ودي ممكن نكتبها بشكل تاني negative 1 minus 3 negative 1 minus 3 هي نفسها negative 1 plus negative 3 يبقى negative 4. يبقى طالما الاثنين متشابهين بنعمل plus سواء positive او negative. طيب مختلفين واحدة positive واحدة negative، في الحالة دي بنعمل minus 5 plus negative 3 بعمل minus 5 minus 3 equal a 2، والصايم بتاعت 2 زي العدد الكبير، هنا 5 ده positive يبقى دي positive، كانت ال 5 نيجاتيف هتبقى نيجاتيف. يعني مثال تاني لو انا قلت 3 بلس نيجاتيف 5 هنا هعمل ماينس يبقى 5 ماينس 3 ايكوال 2، والساين هنا ال 5 عندي نيجاتيف يبقى ايه؟ دي نيجاتيف يبقى نيجاتيف 2. طيب بعد كده 4 بلس نيجاتيف 7 الاجابه 7 ماينس 4 ايكوال 3، وال 7 دي نيجاتيف يبقى الاجابه ايه؟ نيجاتيف. يبقى لما يكون عددين مختلفين في الساين بعمل سبتراكشن، وبعد بعمل سبتراكشن الساين بتاعت الإجابة بتكون نفس الساين بتاعت الرقم الكبير. طب لو اتنين شبه بعض 2 plus negative 2 طبعا دي equal a equal 0. كده احنا اتكلمنا على القواعد الأساسية اللي احنا بنستخدمها في الجمع والطرح بتاع الانتجرز. طيب في حاجة نسيتها، لو انا قلت لكم 5 minus negative 2 minus negative دي خلي بالنا دايما منها بتبقى plus، بشيل minus negative تبقى plus يبقى 5 plus 2 5 plus 2 equal 7. طب قلت negative 5 minus negative 2 هتبقى negative 5 plus 2، نرجع للقاعدة اللي احنا قلناها هنا بنعمل ايه؟ بنعمل subtraction 5 minus 2 equal 3، و 3 دي تاخد الصايم تحت النمبر الكبير فيهم اللي هو مين 5 negative يبقى دي negative.
تمام كده. ندخل على الدرس بتاعنا. adding two rational numbers expressed as a over b. ازاي نحل اتنين، نعمل عملية addition لتو rational number الاتنين على الشكل a over b. بيقول لي لو كان عندي الاول، القاعدة الاولى a over b و c over b الاتنين with the same denominator. بيقول لي القاعدة بتاعتنا اهي، هنقول a over b بلس C over B، يبقى هنا B ده common denominator وفوق هعمل A بلس A C. مثال عليها اهو 2 over 7 بلس 3 over 7، على طول بكتب 7 تحت وفوق 2 بلس A 3، 2 بلس 3 equal 5 over 7. 3 over 5 plus negative fifths، يبقى برضو على طول ادي 5 اهي، وفوق 3 plus negative 1، 3 plus negative 1 equal a 2، 2 over 5. ده لو كان ال common denominator. طب لو ال denominator كان مختلف، a over b و c over d، بنعمل ايه؟ بنعمل multiply ل b times d الدينومينيتور، وبعد كده بعمل ايه؟ a times d plus c times b او b times c، ونعمل ايه ال multiplication الاول، بعد كده ايه نعمل addition. نشوف مثال عليها، ادي اهو في مثال اهو مكتوب 2 over 5 plus 1 over 7. بعمل ايه؟ الاول بقول 5 times 7، بعد كده 2 times 7 هنا، 5 times 7 الاثنين اللي تحت، بعد كده 2 times 7 دول، 2 times 7 plus 1 times a 1 times 5، يبقى تحت تبقى 35، وفوق 2 times 7 14 plus 1 times 5 equal 5، يبقى الإجابة هتبقى equal 19 over 35. هنا example 1 add، ومديني 4 problems، نحل واحدة واحدة. نشوف الأولى 3 over 8 plus quarter، أول 8 times 4، وهنا 3 times 4 plus 1 times 8، وهنا 32، وهنا 12 plus 8، يبقى الانسر كده هتبقى 20 over 32. ممكن نعمل لها simplest form، divided by 4 equal 5، divided by 4 equal 8، يبقى result equal 5 over 8. ده السؤال الأول. السؤال اللي بعده 4 over 12 plus negative 10 over 15. يفضل في السؤال هنا نعمل simplest form الأول، 4 over 12 divided by 4 تبقى 1، divided by 4 equal 3 تبقى 3rd، وهنا plus negative divided by 5 تبقى 2، divided by 5 equal 3. كده يبقى السؤال أصبح سهل جدا، common denominator 3، وهنا 1 plus negative 2، 1 plus negative 2 negative 1، يبقى negative 1 over 3. بعد كده 2 fifths plus 3، 2 fifths plus 3 الإجابة سهلة خالص، هتبقى 3 and 2 fifths، ونحولها للميكسد نمبر لو عايزين الامبروبر فراكشن، يبقى 5 times 3 15، 15 and 2 17 over 5، أو نسيبها زي ما هي 3 and 2 fifths مفيش مشكلة. السؤال اللي بعده 3 and quarter plus negative 2 and
fifths. زمان لما كنا بنحل بالطريقة بتاعت الكومون دينومينيتور وكنا بنحل بيها في الابتدائي ما كناش ايه بنحول الميكسد نمبر لامبروفر فاكتور. اما هنا في الطريقة بتاعتنا اللي بنستخدمها السنة دي بنحول الميكسد نمبر لامبروفر فاكشن وبعد كده بنحل، نقول 4 تايم 3 ايكوال 12، 12 اند 1 ايكوال 13 اوفر 4 بقى بلس 5 تايمز 2 ايكوال 10 اند 1 11 يبقى 11 اوفر 5 ودي خلي بالي ايه نيجاتيف. بعد كده هنا 4 تايمز 5 وهنا 13 تايمز 5 بلس نيجاتيف 11 تايمز ايه تايمز 4 كده 45 هنا وهنا 13 تايمز 5 ايكوال 65 بلس نيجاتيف 44 يبقى كده هنا 1 2 21 وهنا 45. 21 over 45 ممكن نقول divided by 3 equal 7 divided by 3 equal 15 يبقى 7 over 15. هذه طريقة الحل اللي هو حل بيها وحللنا بكذا طريقة وادي بقية الحل برضو. دول طبعا احنا واخدين الامثلة دي من المعاصر، ممكن تشوفها في المعاصر وتشوف الحل بتاعها ايكوال ايه. نروح بعد كده try by yourself. دول خمس اسئلة مهمتك انت ايه دلوقتي، معاك خمس دقايق توقف الفيديو وتحل الخمس أسئلة دول وبعدين شغل تاني وتشوف الإجابة بتاعتك هل هي صح زي ما احنا هنحل ولا لا. تمام، هسيبكم خمس دقايق. تمام، حلينا نبدأ نكمل مع بعض. أول سؤال fifths plus two fifths، طبعا هنا دي سهلة، هذه 5 هنا وهنا 1 بلس 2، 1 بلس 2 ايكوال ايه 3 يبقى 3 فيفس. السؤال اللي بعده 2 فيفس بلس 3 نقول 5 تايم 3 وهنا 2 تايم 3 plus 1 times 5 times 3 15 وهنا 2 times 3 6 plus 1 times 5 5 يبقى الريزلت كده equal 11 over 15. نروح للسؤال الثالث half plus negative 5 over 6 هنا 2 times 6 وهنا 1 times 6 وهنا plus negative 5 times 2 كده تحت 2 times 6 equal 12 هنا 1 times 6 equal 6 plus 2 times 5 equal negative 10 6 plus negative 10 يبقى negative 4 over 12 نعمل simplest form divided by 4 تبقى negative 1 over 12 divided by 4 equal 3. نروح للسؤال اللي بعده negative 3 quarter plus 1 fifth بنفس الطريقة 4 times 5 وهنا negative 3 times 5 plus 1 times 4 كده negative 15 plus 4 over 20 negative 15 plus 4 negative 11 يبقى negative 11 over 20. آخر سؤال 8 over 12 ممكن نعملها simplest form divided by 4 تبقى 2
over 12 divided by 4 equal a 3. بك بلس هنا نيجاتيف divided by 15 و 18 divided by 3 equal 5 هنا divided by 3 equal 6. نبدأ نحل هنا 3 times 6 وهنا 2 times 6 وهنا plus negative 5 times 3 هنا 3 times 6 18 2 times 6 12 وهنا negative 15 12 plus negative 15 equal negative 3 negative 3 over 18 نبدأ نعمل divided by 3 تبقى negative 1 divided by 3 equal 6 يبقى negative 1 over 6 وكده يكون خلصنا إجابة السؤال ده. نروح لإيه الصفحة اللي بعدها. هنا بيتكلم عن properties of addition operation خصائص عملية الأديشن. بيقول لي closure property. closure property خاصية الانغلاق. The sum of any two rational numbers is a rational number. يعني لو عملت sum لاثنين rational number result لازم تكون rational number. يعني أنا قلت half plus a third كانت الإجابة إيه 5 over 6. 5 over 6 دي برضو rational number. ادي half و third عملت لهم بلس اداني 5 over 6 و 5 over 6 قلنا ايه rational number زي بركه commutative property. commutative property خاصية التبديل 3 over 4 3 quarter plus 2 fifths الريزلت ادتني 23 over 20. لو انا بدلت خليت 2 fifths الاول plus 3 quarter برضو هتطلع ايه 23 over 20 فما فيش اختلاف يبقى 3 quarter plus 2 fifths هي نفسها 2 fifths plus 3 quarter. بعد كده associative property. associative property معناها خاصية الدمج. بيقول لي لو كان عندي 3 rational number A و B و C A plus B plus C وحطيت A و B between brackets هي نفسها لو قلت A وحطيت B و C between brackets. يعني معايا مثال 3 over 7 plus 2 over 7 plus 1 over 7 لو خدت الاثنين دول مع بعض الاول هيبقى 5 over 7 بعد كده عملت plus 1 over 7 هتديني 6 over 7. طب افرض انا خدت الاثنين اللي ورا مع بعض 2 over 7 plus 1 over 7 الاول وحليتهم يبقى 3 over 7 plus الاثنين دول مع بعض 3 over 7 يبقى برضو هتطلع لي ايه 6 over 7 ودي اسمها خاصية ايه الدمج او associative property. بعد كده the identity element او neutral element property. الidentity element identity element اللي هو neutral element اللي هو ايه العنصر المحايد الجمع. يعني ايه العدد اللي بعمل له بلس لأي عدد بيديني نفس ايه العدد ده الزيرو. طبعا زيرو بلس هاف ايكوال هاف هاف بلس زيرو ايكوال هاف والإجابة دايما ايه ما بتتغيرش. بعد كده الاديتيف انفيرس. ذا اديتيف انفيرس. اديتيف انفيرس بيقول لي فور افري راشونال نمبر ذير از اديتيف انفيرس تو ات. طبعا الاديتيف انفيرس ده بيكون ايه ايه بيكون A يبقى الاديتيف انفيرس بتاعه نيجاتيف A. يعني لو كان عندي راشونال نمبر اسمه A يبقى الاديتيف انفيرس بتاعه العكس بتاعه بيكون نيجاتيف A. لو انا عملت لهم الاثنين بلس مع بعض بيديني زيرو زي 3 كوارتر يبقى الاديتيف انفيرس بتاعها نيجاتيف 3 كوارتر. لو انا قلت 3 كوارتر بلس
نيجاتيف 3 كورتر هتديني 0. وبرضو لو كان عندي نيجاتيف راشونال نمبر نيجاتيف 3 كورتر يبقى برضو الاديتيف انفرس بتاعها ايه 3 كورتر البوزيتيف. هنا بيقول يوز ذا اديشن بروبرتي ان كيو تو فايند ذا ريزلت. هنستخدم البروبات اللي احنا اتكلمنا عنها عشان خاطر ايه نحل السؤال ده. 6 over 35 plus 5 over negative 5 over 11 plus 19 over 35 plus 10 over 22. الاول هنعمل ايه؟ نستخدم كوموتاتيف، هنخلي 6 over 35 plus 19 over 35 بدلتهم مع بعض وخليت 5 over 11 جنب مين 10 over 22. دي ممكن نعملها simplified divided by 2 تبقى 5 over 11. هناخد الاثنين دول مع بعض والاثنين دول خلي بالي دي نكتب، ناخد دول مع بعض دي هتبقى 25 over 35. وهنا دي نيجاتيف ودي بوزيتيف والاتنين نفس النمبر يبقى هتبقى ايه 0. كده الاجابة عندي هتبقى 25 over 35. نعمل سمبل 5 divided by 5 تبقى 5 divided by 5 equal 7 يبقى result equal 5 over 7. وهدي حل السؤال. وهنا موضح لي البروبابيلتيز اللي استخدمناها. نروح لسؤال تاني بعده بيقول لي use addition operation use addition properties to in Q to find the result of 4 over 5 plus negative 3 over 7 plus 5 plus 3 over 7. دي طبعا try by yourself. هنعمل ايه؟ مهمتك دلوقتي انك انت ايه هتحل السؤال ده، وهسيبك دقيقتين توقف الفيديو دقيقتين وترجع بعد كده تكمل بقية الفيديو معانا. حلينا بقى بنقول اجابة السؤال. هقول 4 over 5 هجيب معاها مين 5 عشان الاتنين دول نفس الدينومينيتور. كده عملت كوموتاتيف وادي ايه نيجاتيف 3 over 7 بلس 3 over 7. ونبدا نحل 4 over 5 دول مع بعض ودول ايه مع بعض. دول مع بعض هيبقى 5 over 5 وهنا نيجاتيف 3 over 7 و 3 over 7 دول ايكوال ايه 0. 5 over 5 دي 1 1 بلس 0 ايكوال 1 يبقى الإجابة بتاعتنا equal 1. subtraction operation. subtraction operation طبعا نفس القواعد اللي احنا اتكلمنا عنها من شوية، هي نفسها القواعد اللي بنستخدمها في subtraction. في اولا اول معلومة حابين نقولها ان a minus b هي نفسها a plus negative b، ودي قلناها من شوية بنتحلها ازاي. كان بعمل بلس لعددين مختلفين في الساين. نشوف هنا بعض المسائل بتاعة السبتراكشن نفس الطريقة اللي احنا كنا شغالين بيها من شوية. ادي 5 over 8 minus 3 over 8. ادي 8 اهي عشان متشابه هنا وهنا، وفوق هكتب 5 minus 3 بدل ما كانت بلس هناك، هي نفس القاعدة على طول 5 minus 3 equal 2 يبقى 2 over 8. 2 over 8 نعملها simplest form divided by 2 2 divided by 2 equal 1 و 8 divided by 2 equal 4.
السؤال اللي بعده 3 quarter minus 5 over 6 نفس القاعدة. هنعمل ايه؟ هنقول هنا 4 times 6 و 4 3 times 6 الاول بقى minus 5 times 4 كده 18 minus 5 times 4 20 وهنا 24 18 minus 20 negative 2 negative 2 over 24 نعمل simplest form negative 2 divided by 2 negative 1 و 24 divided by 2 equal 12 السؤال اللي بعده 5 over 7 minus 1 1 ده أنا ممكن أعتبره 1 minus 1 1 over 1 يبقى 7 times 1 equal 7 وهنا هتبقى 5 times 1 equal 5 1 times 7 equal 7 يبقى الإجابة هتبقى negative 2 over 7 هنا negative 2 over 5 minus 3 over 5 طبعا الدينامينيتور شبه بعض 5 هنا هكتب negative 2 minus negative 3 طبعا هنا هتبقى negative 5 over 5 negative 5 over 5 equal negative 1 السؤال الأخير 7 and 2 fifths minus 3 quarter نعمل ايه؟ نحول الاثنين لـ improper fraction أول 5 times 7 equal 35 35 plus 2 equal 37 over 5 minus 4 times 3 equal 12 and 1 equal 13 over 4 بعد كده 5 times 4 وهنا 37 times 4 minus 13 times 5 هنا 20 4 times 7 28 8 and carry up 2 و 4 times 3 equal 12 and 2 equal 14 minus 13 times 5 equals 65 نبدأ نعمل subtraction هنا 20 وهنا 8 minus 5 equal 3 و 14 minus 6 equal 8 دي طبعا هتبقى equal 4 83 divided by 20 equal 4 والremainder 3 over 20 دي طريقة في الطريقة اللي كنا بنستخدمها زمان ممكن نحل بيها لو 7 and 2 fifths مش هتخلص من مين من ال whole number هكتب 7 هنا وهنا 3 والdenominator عندي هيبقى 20 أول 5 times what equal 20 أو 20 divided by 5 equal 4 4 times 2 equal 8 وهنا 20 4 times what equal 20 أو 20 divided by 4 equal 5 1 times 5 equal 5 وبعد كده نعمل subtraction 8 minus 5 3 over 20 و 7 minus 3 equal 4 وهذه حل الأسئلة اللي احنا كنا بنتكلم عليها من شوية شوف بعد كده بيقول لي remark we can do without the step of converting subtraction operation into addition operation as full بيقول لي مش لازم اغير ال subtraction operation ل addition operation وحل عادي زي ما كنا بنحل من شوية في السؤال اللي احنا كنا بنحل فيه بنفس القواعد اللي احنا قلنا هنا بيقول لي try by yourself طبعا السؤال ده لمين ليكم هناخد السؤال ده 4 دقايق نحل فيهم الأربع أسئلة دول كتير 4 دقايق ناخد 3 دقايق نحل ونرجع ايه نشوف الإجابة بتاعتنا زي ما هنقول في الفيديو ولا لا ممكن توقف الفيديو وابدأ حل حلينا
نحل مع بعض ونكمل. السؤال الأول 3 fifths minus 2 fifths. 3 minus 2 على طول هنا 5. 3 minus 2 equal 1 يبقى 1 fifths. ده سؤال سهل. اللي بعده 7 over 9 minus 4 over 9. ده برضو سهل. ادي 9 اهي. وهنا 7 minus 4 equal 3 يبقى 3 over 9. نعمل simplest form divided by 3. 3 divided by 3 equal 1 و 9 divided by 3 equal 3. كده حلينا سؤالين. نروح للسؤال الثالث 3 quarter minus 2 thirds يبقى هنا 4 times 3 وهنا 3 times 3 minus 2 times 4 كده 9 minus 8 over 12. 9 minus 8 equal 1. 1 over 12 ده حل السؤال بتاعك. نروح للسؤال الأخير 4 and 5 minus 3 and 1 over 8 نحول لإمبروبر فراكشن يبقى 5 times 4 equal 20. 20 plus 1 يبقى 21 over 5 minus 8 times 3 equal 24 and 1 يبقى 25 over 8. هنا هنقول 5 times 8 وهنا 21 times 8 minus 25 times 5 هنا 40 وهنا 8 times 1 equal 8 و 8 times 2 16 عملت 8 times 21 minus 5 times 25 125 نعمل subtraction 8 minus 5 equal 3 و 6 minus 2 equal 4 1 minus 1 0 يبقى 43 over 40 أو ممكن أقول 1 and 3 over 40 وكده يكون خلصنا try. نروح للسؤال الجزء اللي بعد كده remark Q is closed under subtraction operation. The result of subtraction any two rational number is a rational number. The subtraction operation is not commutative. السبتراكشن ما تنفعش تكون كوميوتيف. لو انا عملت عمليه تبديل تبديل ما بينفعش. There is no identity element. ما فيش identity element اللي هو محايد للطرح ايه في السبتراكشن، لكن في محايد للجمع بس، لكن السبتراكشن ما فيش ايه identity لي. وطبعا there is no inverse for the numbers with respect to subtraction. نروح بعد كده السؤال example 4 بيقول لي if a equal 3 quarter b equal negative 5 over 2 c equal half find the numerical value of each of the following a minus b. a كانت عندي 3 quarter minus b اللي هي a negative 5 over 2 ادي 4 times 2 الاول بعد كده هنا 3 times 2 minus negative 5 times 4 كده تحت 8 هنا 3 times 2 6 minus negative 5 times 4 يبقى negative 20 دي معناها 6 plus 20 minus negative تبقى plus over 8 يبقى 26 over 8 26 over 8 أنا عارف إن 24 divided by 8 equal 3 والريميندر هيبقى 2 over 8 هتبقى 3 and quarter عملت simplify ل 2 over 8 ب 8 quarter هعمل divided by 2
خلصت السؤال الأول، هروح للسؤال اللي بعده. A plus B minus C. A plus B يبقى 3 quarter plus C اللي هي negative 5 over 2 minus C اللي هي ايه half. هبدأ أحل اللي جوه الأقواس دول أول. 3 quarter 4 times 2 equal 8 minus 3 times 2 plus negative 5 times 4 بكده minus half، دي هتبقى 6 minus 20 over 8 minus half، دي هتبقى negative 14 over 8 minus half. نكمل. Eight times two, 16. Because negative 14 times two minus one times eight. كده دي تبقى negative 28 ودي negative 8 over 16 تبقى negative 36 over 16. نعمل divided by 4 تبقى negative 9 over 4 أو ممكن أقول negative 2 and quarter 2 and quarter، حولتها المكسر نمبر. وبكده يكون خلصنا حل أسئلة درس النهاردة، شرح درس النهاردة. وشكرا لكم، إلى اللقاء في حصة قادمة إن شاء الله.